يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا رجل متزوج وعندي ولد وست بنات، وزوجتي تطالبني أن نذهب إلى طبيبة تستطيع بإذن الله أن تجعل الحمل ولدا، بحجة أنها تريد أن يكون لولدها أخ ذكر، فهل فعلنا هذا جائز؟ وهل الطبيبة تخلق ولدا لم يخلقه الله؟ هذا كله من الكلام الفاضي، ولا يمكن أن أحد يخلق ذكر. أجل تجينا مسألة اللي يخلقون الأجنة في الأرحام، هذا كله من الكلام الباطل. نعم، ولا يسأل الله أن يرزقه، وأما أنه يحاول أنه يخلق ذكرا بدل الأنثى، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.